أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في موقع المدى موقع بريطاني يقول حركة تشرين أصبحت قوة سياسية في العراق. وجاء في الشرق الأوسط بلينكين يؤكد موقف واشنطن الثابتة في دعم حمدوك والانتقال الديمقراطي بالسودان. نطلع في اندبندنت رسائل معادية للمسلمين وصلت أعضاء مجلس بريطاني. نتصفح في القدس العربي حزب الله العراقي يدعو لمحاكمة الكاظمي ويتوعد بما لا يحمد عقباه. وجاء في لوفيغارو ماكرون في مواجهة فخ الذاكرة الجزائرية. نطالع في عربي 21 مظاهرات وقطع طرق بالعراق تنديدا بنتائج الانتخابات. ونتصفح في ساندي تايمز حتى نادي غولف لبنان لم يفلت من النزاعات الطائفية في البلد وحزب الله يريد تجريفه. أهلا بكم. عن صراع التخوين بين الأحزاب الحاكمة في العراق كتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى، فمنذ الأيام الأولى يقول الكاتب لانطلاق العملية السياسية في عراق 2003 ولغاية اليوم نشهد صراعا عنيفا يحمل في طياته التخوين والاتهام والتسقيط وسوء النية، فلا تنفك الأحزاب من أن تسيل كما هائلا من التشكيك لكل حدث له صداه في العراق، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبعها في تحديد مستويات هذا الصراع وعناصره. اليوم كما هو البارحة، يقول الكاتب، صراع على السلطة بالدرجة الأساس. لا تقبل الأحزاب أن تكون الخاسرة على الإطلاق بعد أن تعودت أن تلعب على الخاسر الوحيد في عمليتهم هذه، الشعب الذي تعود على خساراته جراء سياسات الأحزاب الحاكمة التي استطاعت أن تهيمن على كل تفاصيل حياته وحاضره وحتى مستقبله والاستحكام على أبسط المتطلبات. بالنتيجة الخسارة مفردة غير واردة في قاموس الأحزاب التي استمكنت من السيطرة على القرار والمؤسسات وكل ما له علاقة بإدارة الدولة. مشكلة العراق تبدأ مع كل دورة انتخابية منذ اليوم الأول للإعلان عن المرشحين المنضوين تحت رايات الأحزاب والكتل المشاركة انتهاءً بتشكيل الحكومة. من هنا تبدأ قصة الصراع الذي لا ينتهي بسيل من الاتهامات والتشكيك سواء بين الأحزاب ذاتها أو بين المواطن والأخيرة. فبعد أن أسست الأحزاب بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية نظام المحاصصة الذي شرعت من خلاله كل الخطوات والإجراءات التي اتبعتها وأرستها وفق سلوكيات ومفاهيم الكعكة والغنيمة، بالتالي ساعد هذا النظام على أن تتربع هذه الأحزاب على كرسي حكم العراق والسير في إدارته وفق مفهوم المصلحة الضيقة التي عززت نفوذهم وسلطانهم عليه. جملة من الامتيازات بالإضافة للحصانة التي ساعدتهم على أن يكونوا دولاً صغيرة داخل الدولة، مما ساهم في سيطرة الأولى على الأخيرة بعد أن امتلك الثلاثية السلطة والمال والسلاح التي أسهمت في امتداد الجذور. أظهرت نتائج انتخابات تشرين التصدع الكبير في جدار الشركاء وبدء التمهيد عن تشكيك بنزاهة الانتخابات من جميع الأطراف، بالإضافة إلى التسقيط الذي أصبح من بديهيات عمل الأحزاب. بالتالي يقول الكاتب فإن مسألة أن الانتخابات والإعلان عن نتائجها بشكل طبيعي باتت من مستحيلات العمل السياسي والانتخابي والحزبي، لأن هذه الأحزاب لا تؤمن بالمنافسة الشريفة ولا تؤمن أصلا أن اللعبة السياسية خاضعة للربح والخسارة. وعليه فإن فكرة تزوير الانتخابات والتلاعب بالقوائم والأصوات وشراء الذمم هي لعبة الأحزاب الحالية. جاء في العربي الجديد مقال للكاتب عمار السواد يقول فيه عن مشروع مقتدى الصدر الساعي إلى كل الولايات في عموم المحافظات. قفزت كتلة مقتدى الصدر من 54 نائبا إلى 73. قد يعتقد بعضهم أن الرجل زادت شعبيته،
بينما من الصعب افتراض أن تيارا شعبيا واضح الجمهور تكون الزيادة فيه دراماتيكية إلى هذا الحد. الأمر يكمن في النظام الانتخابي الجديد، يقول الكاتب الذي أصر عليه مقتدى الصدر وخسر حلفاؤه السابقون الشيوعيون ما كانوا يريدون. هنا تكمن خطورة الصدر، رجل لا يمكن التغاضي عما سفكته ميليشياه من دماء تنتمي إلى كل الطوائف، وما زال يمتلك الميليشيا بمسمى آخر، وفي الوقت نفسه يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، عالم دين تقيم أسرته في إيران ويسافر إليها كلما شعر بالخطر ويستعرض خصما لها، زعيم تيار مشارك في السلطة بقوة ثم يقدم نفسه زعيما للمعارضة. هذه القوة غير قابلة للسيطرة أو التحكم، وليس مستبعدا أن كل ما قاله عن السلم والمشاركة في كل مرة يتحدث فيها عن الدولة هو مجرد مرحلة سينقلب عليها حين يمسك بآخر أزمة القوة رئاسة الدولة. قد يبدو وضعه مربكا، لكنه ليس كذلك بقدر ما هو محاولة لإرباك الآخرين كي يلاحقونه. الرجل لا يعيش بعيدا عن الإثارة، وغالب الظن أن في هذه الشخصية الاستعراضية والعاشقة للإثارة تكمن نهايتها. فمعروف في الأوساط العراقية أن مقتدى الصدر أراد سابقاً أن يكون حسن نصر الله العراق، لكنه الآن غير متحمس لذلك، ليس لأنه تراجع عن أحلام الزعامة، بل لأن زميله اللبناني لم يعد مثالاً. تجاوز ابن النجف مرحلة نصر الله، بات يفكر بطريقته الخاصة ويتبع أسلوبه، ومن سمات أسلوبه الاستعراض والإثارة. وهناك أمر آخر بات خاصاً به، أنه يقدم زعامته بعيداً عن النفوذ الإيراني، ويرفع أنصاره أحياناً شعار إيران برا برا، وبمعزل عما إذا كانت هذه حقيقة أم مجرد تمويه وتوزيع للوظائف داخل المنظومة الحاكمة في العراق. لم يقم الصدر بخطوة صريحة تنهي نفوذ إيران. يقول الكاتب أن الدفاع عن الصدر باعتباره رجلا وطنيا سيكون فيها أزمة العراق وفيها مقتل الوطنية، حيث أن أزمة العراق الجوهرية تكمن في الداخل قبل أي حديث عن الخارج، حيث عانت البلاد وما زالت من طموحات أشخاص أخذوها إلى نهايات مريرة بطبيعة الحال، حيث يقول القلقون من النفوذ الإيراني يرونه الشر الأخير، وهذا أمر طبيعي جدا في ظل ما تقوم به طهران من أفعال مدمرة في المنطقة، غير أن بناء دولة عراقية مستقرة مستقلة وتحترم أبنائها وحرياتهم لا يمكن أن ينطلق من ذلك القلق حصرا. ونقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا للكاتب صادق الطائي، يقول حول لعبة الكراسي والرئاسات الثلاث في العراق ابتدأت تفاوضات الكتل السياسية الرابحة منها والخاسرة على حد سواء لتشكيل الحكومة المقبلة. فالنظام العراقي بعد 2003 نظام برلماني تنبثق السلطات التنفيذية فيه من كتل البرلمان، وبالتالي نحن إزاء نظام معقد أوغل في تطييف المشهد السياسي، ومع كل دورة انتخابية يزداد التخنق العراقي والطائفي أكثر وأكثر. من بين مشكلات نظام الحكم في العراق بعد 2005 الاتفاق غير المكتوب في أي وثيقة الذي يحدد هويات شاغلي مناصب الرئاسات الثلاث، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب. ولا أحد يعلم على وجه الدقة لماذا تم استنساخ التجربة اللبنانية البغيضة في هذا الشأن، أو من أقنع الإدارة الأمريكية المدنية في الفترة الانتقالية وجعلها تتبنى هذا الخيار عندما تم نقل السلطة للعراقيين في 2004، إذ قررت إدارة بريمر مبدأ توزيع الرئاسات على الترويكا العراقية ليصبح منصب رئيس الوزراء صاحب أغلب السلطات الحقيقية وقيادة القوات المسلحة حكراً على الشيعة باعتبارهم الأغلبية، بينما يصبح رئيس الحكومة عربياً سنياً ويكون رئيس البرلمان الاتحادي كردياً.
فوز قائمة التيار الصدري بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان بحصوله على 70 مقعدا لم يعد أمرا حاسما يؤهل التيار لتشكيل الحكومة المقبلة. فمنذ صدور الفتوى القانونية لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود في انتخابات 2010 والتي التف بها على معطيات الانتخابات عبر إقراره تفسيرا للدستور مفاده أن من يكلف بتشكيل الحكومة هو الكتلة البرلمانية الأكبر تحت قبة البرلمان وليس القائمة الانتخابية التي فازت بالانتخابات. وكانت النتيجة حين ذاك سرقة فوز القائمة العراقية التي يقودها إياد علاوي والحاصلة على 91 مقعدا في البرلمان، إذ تم تشكيل كتلة التحالف العراقي الموحد من قوائم شيعية تحت قبة البرلمان ليحصل نور المالكي على العهدة الرئاسية. إذن مع كل دورة انتخابية يزداد التخندق العرقي والطائفي في العراق، حيث يقول الكاتب سيتم تشكيل كتلة برلمانية تدعي أنها الكتلة الأكبر في هذا الصراع المحتدم، وستواجه الكتلة الصدرية في صراع حول الصراعات الموجودة في العراق لنكون إزاء موقف مشابه لما حصل بعد انتخابات 2018، والنتيجة خرق دستوري بعدم إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر كما يقول الكاتب التي يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة، وسيتم اللجوء طبعا للحيلة القانونية نفسها وهي رئيس حكومة توافقي يتفق عليه الرابحون والخاسرون مع الاتفاق على الرئاستين الأخريين. جاء في عربي 21 عن الخطر الذي يدهم المسجد الأقصى، كتب منير شفيق في موقع عربي 21 حيث قال: أثار قرار محكمة صهيونية يتعلق بمساكن أهل الشيخ جراح نقاشا محتدما حول هل يقبلون التسوية التي قررتها المحكمة أم يرضونها، الأمر الذي يتضمن تثبيتا لنزع الملكية منهم مقابل سكناهم بها ل15 سنة أخرى وما شابه. ثمة اتجاها لدى القيادة الصهيونية بشن هجوم عام ليس لاسترداد هيبتهم الجريحة كما قد يبدو، وإنما لمواصلة أهدافهم الاستراتيجية الاقتلاعية الإحلالية في الضفة الغربية والتهويدية في القدس والاقتحامية التقسيمية للصلاة في المسجد الأقصى. طبعا إن الخطر الأكبر ما بين هذه الأخطار يتمثل فيما يعد للأقصى من خلال القرار فائق الخطورة للصلاة الصامتة فيه، مما يستوجب من جميع الفصائل الفلسطينية وقوى محور المقاومة وجميع القوى المناضلة السياسية العربية والإسلامية والعالمية أن تأخذ موقفاً موحداً تحت شعار لن يمر قرار الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى، بل لابد من العودة بالقوة لإطلاق الانتفاضة وسيف القدس كرة أخرى وبتأييد عربي وإسلامي وعالمي أشد حزما من سابقه، بالرغم من روعة ما مثله التأييد الذي عرفته الانتفاضة وسيف القدس في رمضان آيار 2021. إن التساهل في تمرير ما يسمى الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى إحكام السيطرة عليه والانتقال إلى مستوى المشاركة والتقاسم للصلاة في المسجد الأقصى كخطوة أولى، ثم الانتهاء بهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه. لهذا لا مجال لفلسطيني مسلم أو مسيحي ومن هذا الفصيل أو ذاك أو من فتح أو سلطة رام الله عدم المشاركة النشطة في انتفاضة عارمة يجب أن تعم القدس والضفة الغربية ومناطق 48، بل يجب الوقوف الحازم إلى جانب تحرك المقاومة في قطاع غزة لتصنع المأثرة رقم 2 لسيف القدس لمنع تنفيذ هذا القرار الإجرامي. إذن إن الأقصى يواجه خطراً حقيقياً أكثر من أي مرحلة سابقة عرفها منذ حرب العدوان، فهل يرتفع الوعي وترتفع إرادة الفعل وترتفع إلى درجات أعلى في هذه الجولة التي لا مجال لندامة بعدها أو عتاب أو اعتذار؟
قال صحيفة إندبندنت إن الشرطة البريطانية تحقق في رسائل عنصرية معادية للإسلام وصلت إلى 4 أعضاء بمجلس محلي في ويست يوركشير. وبحسب التقرير فقد جاء في الرسائل تحذيرات من سيطرة المسلمين على المدينة. قالت الصحيفة إن المسؤولين 4 هم من حزب العمال وأعضاء في مجلس محلي تلقوا رسائل من جهة مجهولة حذروا فيها من سيطرة المسلمين، ووصفت الإسلام بأنه دين خطر. وخصت الرسالة زعيم المحافظين السابق في المدينة نديم أحمد بالذكر والشجب الكبير. وجاء في إحدى الرسائل: كمسيحيين ملتزمين علينا عدم السماح للمسلمين بالسيطرة على المدينة. ووصلت الرسائل إلى الأعضاء العماليين ستيف تالي ومايكل جراهام وبيتي رودز وأوليفا راولي، وكلها وقعت بتوقيع زميل محافظ، مع أن الحزب قال إن أي من أفراده ليس مسؤولا عنها. وقال عضو المجلس تالي: شعرت بالغثيان عندما فتحت الرسالة وقرأت ما فيها، وبصراحة فهي حقيرة، مشيرا إلى مقتل النائب في مقاطعة إسكس سير دافيد إيميس الجمعة. رسائل كهذه لا قيمة لها، ولكن هذا الحجم من الكراهية الموجه ضد من يخدمون المصلحة العامة تشعرك بعدم الراحة، وبالطبع فإنها ستؤدي إلى حجب الكثيرين عن الدخول في السياسة. تقول الصحيفة: تمت الإطاحة بزعيم المحافظين أحمد هذا العام رغم أنه ظل يقودهم للفوز خلال السنوات الماضية، ولم يقدم أي تفسير حقيقي حول استقالته، إلا أن مواقفه الوسطية ورغبته في التعامل مع الطرف الآخر في المجلس لم تنل دعم المتطرفين في داخل حزبه. تحت عنوان ماكرون في مواجهة فخ الذاكرة، قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية في تقرير لها بعددها الصادر اليوم الاثنين إن مشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذا السبت في مراسم رسمية لإحياء الذكرى السنوية 60 لقتل متظاهرين جزائريين في باريس واستنكاره لجرائم لا مبرر لها هي مبادرة تندرج في إطار السعي وراء مشروع ماكرون حول الذاكرة، الذي يريد أن يجعل من فترته الرئاسية فترة بناء لعلاقة طبيعية مع الجزائر. الجزائر تنظر من بعيد إن لم يكن بازدراء إلى تحركات الرئيس الفرنسي هذه، كما تقول لو فيغارو، كما أن تقرير استورا استقبل ببرودة من قبل الجزائريين، كما أن باريس تسببت مؤخراً في أزمة دبلوماسية مع الجزائر على خلفية تشديدها منح التأشيرات وخفضها إلى النصف كتدبير انتقامي، واتهام انتقاد ماكرون للنظام السياسي العسكري الجزائري، ثم تشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وهي تصريحات قررت الجزائر عقبها إغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي، واستدعت سفيرها لدى باريس للتشاور. واعتبرت لو فيغارو أن إيمانويل ماكرون يواجه تحدياً مزدوجاً في الملف الجزائري، فمن ناحية يجب أن يتصالح مع السلطات المحلية التي ترفض ممارسة لعبة الشراكة وتغذي بدلاً من ذلك انعدام الثقة المصطنع مع فرنسا، ومن ناحية أخرى على ماكرون أن يأخذ في الاعتبار مواقف الفرنسيين لا سيما المقربون منه، الذين تنقل لو فيغارو عن بعضهم استبعادهم لأي خطوة إيجابية من الجزائر في إطار مصالحة الذاكرة المشتركة مع فرنسا. وعلى العكس، عام 2017 حيث كانت القضايا الاقتصادية والاجتماعية هي المواضيع الرئيسة في الحملة الرئاسية في فرنسا، فإن الموضوعات المتعلقة بالهوية والهجرة ستحتل مكانا خاصا هذه المرة، تختم لو فيغارو. بعيدا عن السياسة، بينها سكاكين، استخراج 40 جسما غريبا من بطن نعامة في تركيا. استخرج أطباء في ولاية ديار بكر التركية في جنوب شرق تركيا
40 جسماً غريباً من نوعه، من سكاكين وولاعات وأنابيب بلاستيكية ومسامير، كذلك من بطن نعامة عبر عملية جراحية أجروها لها بعد الاشتباه بابتلاعها سكيناً. واصطحب علي أوغراك صاحب نعامة المسماة دجلة إلى مستشفى كلية البيطرة بجامعة دجلة بولاية ديار بكر بعد اشتباهه بابتلاع نعامته سكينا. المستشفى اسمه دجلة بالأحرى وليس النعامة، وأثناء الفحص تبين لدى الأطباء مواد معدنية في جوف النعامة التي يبلغ عمرها عامين، ليقرروا بعد ذلك إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك المعادن. بدوره قال بروفيسور صادق يايلة إن طاقما طبيا أجرى عملية للنعامة واستخرجوا من معدتها معادن بأحجام مختلفة إلى جانب أنابيب بلاستيكية ومسامير وسكاكين. أترككم مع متابعة شيقة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.